التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر. مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل اينما كنتم في هذه اللحظات، تعلن انطلاقة شوطنا الخامس بمجموع الاشواط وثالث اشواط الابكار. اتمنى التوفيق لكل الاسماء الحاضرة والشعارات المنطلقة. اخر اشواط الابكار اعلنت انطلاقته، اتمنى التوفيق لكل الاسماء. مباشرة نسير ونتقدم مع الاسماء المتقدمة والحاضرة. اتقدم مع سلهود على المركز الاول، سهيل بن محمد بن علي الشامسي يقدم سلهود على المركز الاول. انذار انذار قادم، انذار علي بن محمد بن غصن العامري يقدم انذار على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من الشاهينية شعار حمد بن نافع الشدي المنصوري قادم على المركز الثالث. المركز الرابع بنقول الجذابة علي بن مسفر بن علي الخيلي قادم مع الجذابة على المركز الرابع. والمركز الخامس مع الشاهينية لحمد بن نافع الشدي المنصوري. هكذا هي النتيجة، النداء الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى سلهودة على المركز الأول سهيل بن محمد بن علي الشامسي. ولكن انذار انذار من الجانب الآخر علي بن محمد بن غصن العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية حمد بن نافع الشدي المنصوري قادم بالشدي في هذه اللحظات. المركز الخامس شوف التسلل على المركز الثالث، من المركز الرابع إلى الخامس كذلك الوصول في هذه اللحظات من قبل الجذابة. شعار التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم شعار علي بن مسفر بن علي الخيلي يقدم الجذابة الشاهينية. عبد العزيز بن سيف بن كليب بن كليب يبغي النقطة الثانية في هذا المسار. تابع العيناوي قادم الشعار العيناوي مع الظبي، الظبي سعيد بن سالم بن عامر العامري قادم مع الظبي. ياهي ضبع ياهي اسماء قادمة ما شاء الله. شوف الخيلي يقدم الجذابة على المركز الخامس، يقدم الجذابة علي بن مسفر بن علي الخيلي قادم في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله. تابع للأسماء، تابع لشعار بن دغاش قادم وشعار بشاوي الغفلي قادم. لكن نعود إلى الصدارة مع اقتحامنا للكيلومتر الأخير، شوطنا الأول الرئيسي للإبكار. ذهب مع المكافح مع المزروعي ومع بن دغاش آخر أشواط الإبكار. لمن الشعار العيناوي، الشعار العيناوي مع الظبي سعيد بن سالم بن عامر العامري على المركز الأول. الشاهينية حمد بن نافع الشدي المنصوري بن مسفر قادم، بن مسفر الخيلي قادم مع الجذابة. شواهين شواهين بن دغاش قادمة في هذه اللحظات. شوف الأسماء، تابع الشعارات القادمة المتسللة في هذه اللحظات. هنا القادم أحمد بن محمد بن دغاش العامري، لكن بالشدي بالشدي على المركز الأول، بالشدي على الصدارة. بن مسفر الخيلي قادم على المركز الثاني، وبن دغاش بن دغاش على المركز الثالث. ولكن بالشدي واللحظات الأخيرة بالشدي والشاهينية على المركز الأول، الشاهينية على الصدارة. بن دغاش على المركز، بن مسفر على المركز الثاني، بن دغاش على المركز الثالث. ولكن بالشدي بالشد المنصوري. سلامي إلى مالك الشاهينية، تهانينا والناموس لحمد بن نافع بالشد المنصوري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شعار الجذابة لعلي بن مسفر
بن علي الخيل والمركز الثالث مع بن دغاش العامري. التوقيت 4:55 هو توقيت الشاهينية. تهانينا وناموس لحمد بن نافع بالشدي المنصوري وصباح الخير.